فأحيانا يكون بعض الناس في منصب قبل أن يتولى ويكون في هذا المنصب لا يعطي أحد شيء، عندما كان في المنصب يعطون الناس الهدايا، هذه لا يصح أن تقبل لأنها ليست بهدية، هذه رشوة. نعم، إلا إذا كان من عادة المعطي للهدية أن يعطيه من قبل أن يكون في هذا المنصب، هذا يصح ولا فلا؟ نعم.